تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانا وتقديرا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين، الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم. ونص القراران على أن يكون يوما الأجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وفي إطار التعاون المثمر والتاريخي بين الجانبين المصري والفرنسي في مجالات النقل المختلفة، قام الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفير الفرنسي بالقاهرة بزيارة تفقدية لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة والخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة كبرى عدل منصور العباسية العتبة الكيتكات محور روض الفرج جامعة القاهرة لمتابعة مستويات الخدمة المميزة المقدمة لجمهور الركاب. طالب وزير الخارجية سامح شكري بضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل دولتين. وحث شكري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن على ضرورة العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية المصري أن معبر رفح من الجانب المصري يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر دون توقف، وأن مصر تعمل مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن إيصالها لسكان القطاع. رحب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمواجهة الأرجنتين وباراغواي في شهر يونيو المقبل وديا استعدادا لأولمبياد باريس والتي ستقام 2024. وسبق وتلقى اتحاد الكرة عدة عروض من أجل مواجهة منتخب الأرجنتين وباراغواي وأوكرانيا واليابان لمواجهة المنتخب الأولمبي، وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري بالمجموعة الثالثة مع منتخبات وصيف كأس آسيا وإسبانيا والدومينيكان.